تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، لانه كابتن سيد عبد الحفيظ غاضب جدا لانه عنده معلومه في منتهى الخطوره. ايه هي المعلومه؟ قال لك انتوا عارفين بتاع السيد بيحب الحاجات دي اصلا، عارفين لما قال له لو شفتوه في الحرب اقتلوه في فيلم وائس لماه، هو كده ده اللي حصل مع سيد عبد الحفيظ. قالوا له ايه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك قالوا معلومه، عندي معلومه كارثيه. ايه ابو السيد المعلومه اللي عندك؟ قال لك كابتن صبعه فتاح ادى تعليمات لطاقم التحكيم امين عمر، قال لهم لو وقف من على الدكه ترد، لو وقف من على الدكه ترد. فسيد عبد الفصل قال لك ليه يعني؟ ليه يعني؟ انت اكيد يا سيد فاكر اللقطه دي لما كانوا واقفين مورس تمام مش عارف ايه وكان بيخون الجيش وجه، فقال له لو شفتوه في الحرب اقتلوه. شافوه الدهار لانه كان خاين، وربنا على كل خاين وظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الخاين الظالم اللي سرقني وخني. يلا بنفتكر والله ما ببطل حسبانه، وحياة سيدنا النبي ما ببطل حسبانه عليه، والله والله ما افتكرش يوم بيعدي من غير كده ان انا حاسبن عليه، ينتقم منه ربنا في حاجه سيدنا النبي، هو وكل من ساعده وكل من عاونه وكل من استفاد من ورا الخيانه. المهم فقال لهم لو انتوا شفتوه في الحرب اقتلوه. فسيد حافظ قال لك ايه؟ ده قال لهم لو شفتوا سيد حافظ امن على الدكه اطردوه. طب عرفت منين المعلومه يا ابو السيد؟ قال لك عرفتها، محتاجه دي معرفه. امين عمر كل دكه الوداد في المباراه الاخيره قاموا اعترضوا عليه ولا طلع كارت اصفر لاي حد من على الدكه، لكن انا لسه بقى قال لي خد الاحمر يا ابو السيد يا غالي. ليه يا عم؟ قال لك التعليمات عندي كده، وطردوا وقعدوا في المدرجات. فسيد عبد الحفيظ بيتكلم في جزئيه في منتهى الاهميه، هل من المحرمات الكلام عن التحكيم؟ طب اللي قاله جوارديولا بعد ما خسر قدام ريال مدريد، طب اللي قاله بتوع مان سيتي وهكذا. لا بالعكس، الكلام عن التحكيم من متعه كره القدم، واخطاء الحكام لهم وعليهم. يعني هتيجي تقول لي حاجه هقول لك حاجه بامانه الله، بامانه الله، واحنا يعني ايه ناس يعني كده بامانه الله. محمد صباح النهارده من بدايه المباراه عاوز يكسب الاهلي، عاوز يتلكك على بنالتي للاهلي، بقول لك اهو، لكن ما لقاش. يعني الراجل جاي يتلكك ما لقاش، جاي يتلكك على بنالتي. الكره اللي قاعد يعيدها دي 99 مره يا عم، دي خطه في الارض وعامله البند، اللي اوقف الكره قدام ايده الكره بعيده، فطلع زيك انه ما حسبهاش، لكن هو جاي يتلكك، جاي يتلكك يعني بامانه ربنا. هو جاي يعني ده يوضح لك ايه؟ ان برضه زي ما بنحس بالحكام اللي جايين يخسروا الاهلي ويضيعوا منه الدوري زي السنه اللي فاتت، وكنا بنقول الكلام ده، النهارده بقول لك المعلومه دي برضه. وزي ما شفنا حكام ظلموا النادي الاهلي متعمدين، عاوز اقول لك ان صباح النهارده جاي عاوز يختمها حلو مع النادي الاهلي قبل التوقف اللي جاي، فعاوز يكسب الاهلي، لكن ما لقاش اي مبرر انه يكسب بيه الاهلي بامانه يعني. لكنه في موضوع بقى ظلم انبي، انا ما اعرفش هو طرد الباك ليه ابراهيم يحيى ده؟ طرده ليه؟ قال له ايه؟ لو قال له كلمه ابي حماش النهارده كابتن حلمي طولان طلع قال لك ليه يعني اللي بيحصل ده يعني؟ هو احنا مش فرقه مصريه؟ هو يعني ممكن نكسب ونتعادل وكل حاجه. فبالتالي انا شايف انه طرده ليه؟ وراح طرد عبد الناصر محمد، عبد الناصر محمد ده يعني من ساعه ما اسوس الكوره في انبي هو موجود وراجل له احترامه وتوقيره، وقعد على الدكه قام رايح برضه طرد. فما اعرفش هل النهارده كانت التعليمات بدل ما تطردوا سيد اللي وقعد في المدرجات برضه ممكن يطرد في المدرجات كارت احمر ويطلع بره الملعب خالص ويروح راح سيد مثلا يعني، فقاموا ايه قال لك لا النهارده نخلي طرد على. ما ينفعش يا جماعه، يبقى التحكيم ماشي بالتوجيه سواء مع فلان او ضد فلان، ما ينفعش ابدا، ما ينفعش خالص. فالنهارده محمد صباحي ما عندوش اخطاء في المباراه، وتواصلت مع عدد من الحكام في موضوع الجول الثاني للنادي الاهلي، قالوا لي ان الجول سليم 100%، جول سليم 100%، جول سليم 100%، ما فيهوش لا تسلل ولا حاجه ولا كلام من ده خالص خالص خالص. فبالتالي الجول سليم، لكن الكابتن حلمي طولان عامل يعني زعلان جدا 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 من طاقم الحكام بخصوص محمد صباحي، وهيقدموا شكوى بكره ضد محمد صباحي. ما هو طالما انت الدنيا يعني مش ماشيه بعدل، هتلازم هتمر مره كده ومره كده. فالنهارده جاي في مين؟ في انبي. ليه؟ لان الاهلي بقى له اربع ماتشات بيتظلم، بقى له اربع ماتشات بيتظلم. فقال لك يا عم ايه، خلوا بتوع الاهلي يهدوا علينا، ده لسه طالبين حكام اجانب لمباراه القمه ودافعين الفلوس بدري قوي قوي. لا مفيش ركلات جزاء للاهلي، مفيش ركلات جزاء للاهلي. اي حد يقول في ركلات جزاء انا سايب الحكام عشان برضه حق ربنا يا اخي. عشان بص ما ينفعش ابقى انا مش شايف ضربات جزاء واقول لك لا ده في ضربات جزاء. الاهلي كسب بالروح والاصرار والحماس والقدرات والمهارات الفرديه لبعض اللاعبين والشراسه في اخر ربع ساعه. انت كسبان في ثلاث دقائق، كسبان جايب جولين في ثلاث دقائق، طب فينك طول الماتش يا عم؟ بس انا حمدت ربنا الحاجه.
الاهلي كان الاول بينزل ضاغط يجيب اجوان ويجي في اخر الماتشات يتعادل، وده اللي ضيع ده مننا الدوري السنه اللي فاتت. اه مننا، انا اصلا اقول مننا كل الناس عارفه ان انا اهلاوي. واحد يعني النهارده راجل الطيب كان بيتفرج معايا الماتش قال لي لما الاهلي بيكسب بيبقى وشك فرحان، قلت له بس على ليه طيب يعني؟ قال لي لما الزمالك بيخسر بيبقى وشك فرحان، قلت له يا عم ليه انت حساس في الامور دي؟ دي كوره ورياضه، كوره ورياضه يعني ما فيهاش مشكله يعني. فالنهارده ما فيش ضربات جزاء للاهلي. مش ضربة جزاء. لمسة اليد اللي هم قالوا عليها ديت مش ضربة جزاء. لا ما هيش ضربة جزاء. والجول سليم بتاع النادي الاهلي. بأمانة يعني. لأن أنا سألت عدد من الحكام والله. ما بقولكش الكلام من عندي. لكن بكرة الصبح إنبي هيقدم شكوى في الكابتن محمد صباح. طيب. لايك وشير وصلي على